السلام عليكم. كنت رانا في رمضان، دخل علينا بالصحة ولهنا، الله يتقبل منا من ان شاء الله. كنت نشوف الاحوال الحمد لله في تحسن، ننتظر من السلطة يعني يسووا شويه بعض الوضعيات. تشوف في المشكله راه كاينه غير في الاكل والصوالح، ما الحمد لله زعما حنا رانا في الاقمشه، هنا رانا جايين حنا والصديق، ما كانش مشكله. انا هنا في المحل هذا بريكسي القنصر لمده، وحنا هنا ماشي غير هذا العام الحمد لله. أتمنى راهي في متناول الجميع، راه كاين كلش وكل واحد على حسب القدر الشرائي تاعو. وتعيدوا بالصحة. وتعيدوا بالصحة إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم، ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله. أيوه.